السهرة تاعنا تاع اليوم شابة 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 بزاف. شو نتمنى وحدة من عائلة تعطينا تزغريتها 29 أيا روحي شكرا. السهرة تاعنا اليوم ثرية وثرية جدا، فيها فنانين من العاصمة طبعا ومن مدينة وهران، معنا الفكاهة فني حاضرة اليوم. لا بأس أن نذكر ب نرحب بفرقة الباهية من مدينة وهران وبالأستاذ والمايسترو يعجز اللسان عن التعبير على الأستاذ ويدر بركان. شكرا. كما كنت نقول لكم السهرة تاعنا اليوم شابة، اليوم ما غاديش تسحروا بكري، غادي قاعد ديروا روطار في السحور وكاين مفاجآت، والفكاهة طبعا راهي حاضرة معنا. ما نطولش عليكم، من مدينة سيدي عبد الرحمن من العاصمة فنان صاحب صوت ذهبي كنا نحبوه ونبغوه، فنان يعني نحبوه لخاطر فنه وخاصة التواضع تاعه، يعني رغم الوزن اللي عنده في الفن ولكن لما تجمع معاه انا جمعت معاه في الكواليس هو متواضع وانسان يعني يحس باللي تعرفه في بون ما نقولوش قرن 20 عام. نرحب جميعا بالفنان ما على بالكمش بلي راه هنا ولا لا، ما شفتوش كاع داخل، بصح لازم نجهزوا روحنا. نرحب بالفنان مراد جعفري. لا 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 ما عجبتنيش قاعده، دقيقه ما عجبتنيش شي، هذا هو البيبليك اللي نعرفه. نرحب جميعا شويه حراره، نرحب جميعا بالفنان مراد جعفري. ولا هو ولا شكرا. خير عليكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم. نحمد ربي ونشكره عن هاد الساعة السعيدة، نحمد ربي ونشكره عن هاد الساعة السعيدة يهجرنا من ظلم والكفر، يهجرنا من ظلم والكفر، وسعينا رودة جديدة جديدة. يهجرنا من ظلم والكفر، سعينا رودة جديدة جديدة، أبدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا
الماضي راني غلقت بابو قديت عليه انضت حوالو كلها حتى النهاية ما باقي في البال غير راحة بعد وليه كنيشي ما صار بقت قصة غير حكاية فات شموع وطاح للنسيان عليه الماضي راني غلقت الباب وبقيت عليه الخداع الرشوة وجناية بيعين القرد يضحكوا علي شريه إذا حق كان باين يستعكين مرايا شاطر بشطارته يغم ويغطيه يحكم المظلوم ويزيد للظالم عناية وبالحق والباطل مكسر زاد ماليه الماضي راني غلقت باب وقديت عليه دمو مطال ضري وكتر شقايا كان الخل لا من يساومو ولا من يشريه الشاطر يبغي المال ويحب الهدايا اذا ما عندك شروح شوف وين تبات ليه رجوع عينيك يا خليقي يا مولايا الحق دايما يعلى ولا يعلى عليه الماضي راني غلقت باب وقديت عليه دنيا هادي كلها في مسرح رواية كل واحد فينا يمثل دوره رغم من عليه الغافل خليه راقد في غفلة وسهاية إذا قال الحال لابد حسابه يصفيه في مقولية لبيب وفي مرقة معنايا اللي ترهن وغربية وما تندمش عليه الماضي راني غلقت بابه وقديت عليه قهوة ولا تاي يا الفم خلو بالداعي للقاضي مشى وصباح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا لا تعمل حيلة يا الفهم قال انا اليوم عاد شرابي مباح منشبه شي حالة الخمر شربوني جميع نسأل التفضيلة بري من صداع كل ساقم ليتعبوا لقاو فيا كل صلاح نحيي العيا بعد الصفر منخلي في الدماغ لهم بلي تقيلة قهوة ولا تاي لخدوم الداعي للقاضي مشى وصباح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا لا نعمل حيلة
تايا الفهم قال انا اليوم عاد شرابي مباح ما نشبه شي حلت الخمر شربوني جميع نسالت فضيله وانتي مزعوقة باللون فاحم غير بدل وبخودة صلاح الجياح ما عندك قيمة ولا قدر يكويك الحماس بجمار شعيلة قالت له جازاك يا نباكم قصر من دي الكلام لا تسمى مباح انا يا دوايا مش ظهر مداوي المريض من علاله طويلة لو يعود يسهر كل فهم ما يبقى مني سومك في سوقك بالراح انا يا دوايا مش ظهر مداوي المريض من علاله طويلة قهوة ولا تاي يا الفهم دخلوا من داعي للقادم شاو صباح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا لا تعمل حياتنا.